توقعات برج السرطان لآخر يوم في السنة 31 ديسمبر 2023. بالنسبة لك يا سرطان، هو يوم للدعوة انك تتأمل حياتك اكتر. مع خروج كوكب المشتري من مرحلة التراجع اللي عندك، الوقت هيبقى مناسب عشان تعرف تقيم كل افعالك القديمة وتخطط لمستقبلك بشكل احسن. هتفتكر ان كل نهاية هي بداية جديدة ليك، لازم تثبت نفسك اكتر وتحتضن كل المجهول بشجاعة وفضول. نصيحتي ليك النهارده، ما تبصش للورا ولا تندم على اللي فات. خليك دايما عندك تطلع لمستقبلك اكتر وعندك امل فيه. هتبقى بشويه توترات في حياتك العاطفيه، لكن عندك صراع انك تنمو من خلالها، وهيبقى الحب وجهه كبيره بالنسبه ليك. توقعات برج الاسد لاخر يوم في السنه 31 ديسمبر 2023. انت دايما بتحب للاضواء يا اسد، هتبقى عارف تبص لنفسك باعجاب كبير. مع اقتراب نهايه السنه هيدعوك الكون انك تتبنى التغيير النهارده. مع انتقال القمر من برجك لبرج العذراء، هتبقى عندك فرصه تظهر مرونتك اكتر وقدرتك عشان تتكيف اكتر. كل نهايه هي بدايه لفصل جديد في حياتك. الكون مش بيديلك كل اللي انت بتطلبه، لكن هيديلك اللي انت محتاجه. هتضع كل ده في اعتبارك وهتبتدي تنتقل لتحديات كبيره في الحياه. انت اقوى من كل اللي انت بتفكر فيه. هتبقى بتنشأ شويه توترات في حياتك العاطفيه، لكن مفيش داعي انك تقلق، دي فرصه انك تقوي العلاقه النهارده. توقعات برج العذراء لاخر يوم في السنه 31 ديسمبر 2023. انتوا غير انانيين وهتوضحوا ده باحتياجاتكم الخاصه عشان تساعدوا اللي حواليكوا. هيمر القمر النهارده في برجك، هيبقى بيحمل ليك طاقه متجدده كتير. الوقت النهارده مناسب عشان تعيد تركيز نفسك مره تانيه. هتفتكر ان كل يوم عباره عن صفحه جديده في حياتك، هتبتدي تكتبها في كتابك، وهتبقى انت اللي بتالف قصتك الخاصه مش مجرد متفرج فيها. نصيحتي ليك، ما تبصش دايما انك تصطف النجوم حواليك. هتبتدي الحياه بانك تنشئ كوكب خاص جدا لنفسك في اخر يوم في السنه. توقعات برج الميزان لاخر يوم في السنه 31 ديسمبر 2023. هينتقل القمر من برج الاسد للعذراء، وده هيجيب ليك تغير كبير جدا في الطاقه عندك. وقتك مناسب عشان تتحلى بجراءه اكتر وتحتضن كل المجهول. هتفتكر ان كل نهايه هي بدايه جديده. نصيحتي ليك النهارده، الحياه رحله مش وجهه، لازم كل خطوه تخطوها تبقى جزء من قصتك. هتبتدي تتقدم بشجاعه كبيره وثقه اكبر، وهتبتدي كل الطرق الغير مؤكده في حياتك تبتدي تتاكد. عندك تحديات عاطفيه، لكن هتفتكر ان النجوم مش هي اللي بتحدد مصيرك، بل هي بترشدك للطريق الصح. والتحديات اللي بتبقى فيه فرصه انك تقوي بيها علاقتك مره تانيه وتفهم حبيبك. توقعات برج العقرب لاخر يوم في السنه 31 ديسمبر 2023. هينتقل القمر لبرج العذراء، وده هيشجعك عشان تفكر اكتر. الوقت هيبقى مناسب عشان تقيم سنتك كلها وتستعد للسنه الجديده. هتفتكر ان كل نهايه هي بدايه جديده. نصيحتي ليك النهارده، في اليوم ده هتبقى عندك ريح كتيره هتوديك، لكن انت مش هتبقى عارف ماشي بيها لحد فين. انت اللي هتقود سفينتك الخاصه، وانت اللي هتحدد اهدافك، وانت اللي هتمشي باصرار نحو وجهتك اللي انت عايزها. هتبتدي تحس شوية توترات في عاطفتك، لكن هتفتكر ان الحب قدامك، وهتفتكر ان النجوم بتلعب دور كبير بان الحب ده يبقى حقيقي ومش مشروط. توقعات برج القوس لاخر يوم في السنة يوم 31 ديسمبر 2023. ممكن ما تمنعش في انك تقع في مشاكل لو كان الموضوع بيستحق ده. هيفتكر الكون انك انت دايما مسافر في حياتك، هتدور دايما فيها عن مغامرات جديدة، لكن ما تنساش ان الرحلة تعتبر اكتر اهمية لو كنت بتقوم بيها داخل نفسك. هتاخد لحظتك وتعيد اتصالك بجوهرك مرة تانية. احلامك كلها ورغباتك هتبقى قدامك، وهتفتكر انك انت البطل الاساسي في قصتك الخاصة. نصيحتي ليك، ما تخليش الحياة دايما تحجب صوتك الداخلي، حاول تسمع نفسك اكتر عشان يبقى عندك قدرة انك تحول كل التحديات دي لفرص تقوي بيها روابطك في الحب مرة تانية. توقعات برج الجدي لآخر يوم في السنة 31 ديسمبر 2023. انت هتبقى النهاردة لطيف بشكل كبير، وممكن تعرف ده بشكل احسن عن نفسك. هيخرج كوكب المشتري من تراجعه اخيرا، وده بيعني انك هتجدد طاقتك. هيبقى الوقت مناسب عشان تسيب
كل العادات القديمة النهاردة وراك وتبني وجهات نظر جديدة. هتفتكر ان كل نهاية هي بداية جديدة بالنسبة ليك. ما تخافش من انك تغير نفسك، والطريق الوحيد عشان تنمو بيه غيره. النهاردة مع القمر مع كوكب الزهرة هيبقى بيأثر في توترك في حياتك العاطفية. هتفتكر ان كل صراع بيمثل فرصة نفهم بيها شريك حياتنا احسن. هنبقى منفتحين صادقين، هنلاقي الحب اخيرا. توقعات برج الدلو لاخر يوم في السنة 31 ديسمبر 2023. انت سفير الانفتاح يا دلو. هيبقى انتقال القمر من الاسد للعذراء هيجيب ليك طاقة فيها تغير كبير. هتفكر في كل تطلعاتك وهتفتح نفسك لأفاق جديدة جدا. هتفتكر ان دي نهاية بداية جديدة. ما تخليش ماضيك يملى عليك اللي انت مفروض تعمله. اتحكم في حياتك وتخليها دعوة عشان تحتضن بيها المجهول بشجاعة وفضول. هتبتدي تنشأ شوية توترات في حياتك، لكن ما تبصش للموضوع ده بانه عائق. ممكن تبقى فرصة تعزز بيها علاقتك مرة تانية وتتواصل بشكل لطيف. هيبقى عندك تعاطف حلو. هتفتكر ان الحب رحلة مش وجهة، هتتحلى بصبر وتفاهم عشان توصل لها. توقعات برج الحوت لاخر يوم في السنة يوم 31 ديسمبر 2023. بالنسبة لك يا حوت، هينتقل القمر لبرج العذراء اللي هيدعوك لرحلة داخلية كبيرة جدا. الوقت هيبقى فيها مناسب جدا عشان نفكر ونعمق كل تطلعاتنا. هنفتكر ان كل يوم فيه فرصة جديدة نعيد بيها اختراع حياتنا مرة تانية. احنا النهاردة زي السمكة اللي عارفة تمشي في كل الحالات حتى لو كان ضد التيار. هتتجرى عشان تخرج من منطقة الراحة الخاصة فيك وتستكشف وجهات نظر جديدة. نصيحتي لك النهاردة، السعادة مش وجهة، هي وسيلة لازم تستغلها بشكل كويس عشان تعرف تشوف حياتك وضوءها بشكل صح.